سريعا معلش استعدادات المنتخب المصري كده وكواليس المعسكر والمحاضرة اللي بالفيديو واللي معانا صور ليها. طبعا المحاضره على المنتخب هيقول النهارده المحاضره. طبعا كان في الاول ميران النهارده الصبح بدري يوم الخميس او امس الخميس، كان في ميران بدري وجاي مبكر عشان يمنح اللعيبه فرصه انهم يتابعوا مباراه اللي اتفرجوا عليها كوت ديفوار والجزائر. طبعا اللي شارك فيه جميع اللعيبه وتم تقسيمهم لمجموعتين لاختلاف الحمل التدريبي بينهم. طبعا اللي شاركوا في مباراه السودان كان الحمل اقل شويه. كان في محاضره والكلام على المباراه القادمه. في نفس الوقت محمود الونش واحمد فتوح اقتربوا من العوده للتدريبات الجماعيه، ولكن ما نعرفش بقى ممكن يلعبوا على يوم الاربعاء او جاي. يمكن فتوح في كلام ممكن يلحق، لكن الونش برضو الموضوع هيبقى بالنسبه له صعب شويه. لكن بقى الاخبار اللي جايه لي، وفي كان في حضرتك، انا بعت لحضرتك صور دي كانوا بيتفرجوا على ماتش الجزائر وكوت ديفوار. انا بعرف بعديها الصور لمحمد صلاح وكروش هما قاعدين بيتفرجوا على المباراه. ده صوره انا محمد شايف صلاح. كروش، انا هو كان فيديو موجود كروش شايف، يعني كان قاعد حاسس ان هو مخضوض من اللي هو بيتفرج عليه وان هو هيقابل المنتخب كوت هو ديفوار. يعني بس ده اللي بمنتهى الامانه اللي عايز انقله حتى، ويمكن ده اللي جالنا شويه من البعثه الاعلاميه المتواجده هناك في حاله، يعني مش عايز اقول غضب من كيروش، هو كان يعني يتمنى الا يقابل منتخب كوت ديفوار لانه شايفه ان من المنتخبات القويه وان مباراه تكون ربما تكون صعبه من وجهه نظره يعني. ولكن هو اتكلم مع اللعيبه قال احنا جاهزين، عندنا الثقه، نقدر، احنا مرشحين بقوه، لو لعبنا لعبنا نقدر نكسب بسهوله. اتمنى يا رب انه يكون مقتنع بهذا الكلام. ولكن في نفس الوقت يعني قبل ما اسيب لك المايك يا استاذ فاروق وتوضح لنا برضو الاخبار، هو عنده حاله من الحزن شويه بسبب ان ما فيش دعم ومسانده ليه من الجماهير المصريه، وقال لك انا اتكلمت معاهم وطالبت وخليت اللعيبه تحيي الجماهير وبقيت اتكلم كويس وبقيت اوضح، مستغرب ليه ما فيش دعم ومسانده، ووصلنا الدور وبنعمل مباريات وعندنا مشاكل مع بعض اللعيبه وكرم اكرم توفيق واصابات ورغم كده مكملين. هو شايف ان هجوم الجماهير عليه امر غير مبرر، فعامل له حاله من الحزن والغضب، برضه وجهه نظره ولكن مش في محلها بمنتهى الامانه يعني. انا شايف، انا مع كلام مع حضرتك بالفعل 100%، لان الكلام ده بيدل ان هو مركز مع الجمهور ومركز على ردود الفعل، مش مركز على البطوله وعلى المباريات. انا مفروض كمدير فني اركز مع لعيبتي، اركز مع المباريات اللي عندي، ده المهم عندي دلوقتي. اي كلام بعد كده انا ممكن اصالح الجمهور بان انا اكسب كوت ديفوار واصعد واكسب البطوله وادي اداء عالي واخلي الجمهور كله بدل ما هو مش قابلني لا يبتدي يتقبلني ويبتدي انا اتكلم يا جماعه انا غلطت وحصل كذا كذا وانا صالحتكم بالمباريات وبصالحكم بالمباراه مش بالكلام. انا قلت لهم روحوا حي الجمهور، طب انت كده صالحتني في ايه؟ ما احنا عارفين ان هم اتقال لك روح قول لهم صالح الجمهور، وانت خارج بتحيي الجمهور برضه اتقال لك روح حي الجمهور. الكلام ده ما بياكلش مع المصريين عموما، ومش احنا بتوع الكلام اللي بنسقف لنا وخلاص وتحيينا، الكلام ده ما بياكلش معانا. احنا عايزين يا عم احنا سيبك من الجمهور خالص. انا طبعا مش معاه والكلام ده وصل فعلا. لا وكمان اللي بيزعلني بقى الاعلامي يا استاذ احمد، يعني معلش مع احترامي الكامل يعني مراسل اون تايم سبورت مش هقول اسمه، يعني بعد ما اتفرجوا على المباراه في الرساله بيقول لك في حاله من الارتياح والتفاؤل الكبير بين الجهاز الفني ولاعيبه منتخب مصر بعد تاهل كوت ديفوار ومواجهتين في دور ال 16. طب ده بامارتي طيب، يعني حاله التفاؤل اللي هو بيقولها، يعني انا ما اعرفش الكلام ده صح ولا لا. زكي كتب على انستجرام قال لك انا جاهز. اما انا مش فاهم يعني على اساس ايه؟ طيب على اساس ايه؟ اصل احنا كسبنا كوت ديفوار قبل كده واخر مره قابلناه 4-1. لا يا فندم اتفرج على 2008 اخر مره قابلتها وكسبتها 4-1 في قبل النهائي، مين كان معاك ومين اللي كان بيدرب والفرقه كان شكلها ازاي؟ بعد كده تقدر تقارن. انت في المباراه دي اللي احنا كسبناها 4-1 يعني كان نجوم المباراه عمرو زكي واحمد فتحي ومحمد زيدان وابو تريكه واحمد حسن وعصام الحضري كان واقف. لا، في فرق كبير جدا. كابتن حسن شحاته المعلم كان بيلعب كل واحد في مكانه وكان بيخرج احسن ما عند كل لاعب، وما كناش بنسمع صوت حد ولا حد كان بيصرح باي تصريحات. هو ده الفرق. فما ينفعش حضرتك تيجي دلوقتي تقول لي في حاله من الارتياح والتفاؤل. طب هنتفرج على الارتياح والتفاؤل يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. نتمنى التوفيق للمنتخب المصري يوم الاربعاء، ندعمه. انا عايز اقول لحضرتك، انا عايز اقول حاجه صغيره بس. انا طبعا سريعا، انا بتمنى طبعا لمنتخب بلدي ان يفوز ويبقى احسن منتخب ويفوز بكاس الامم، لكن الاجواء عموما والمشهد ما يخلكش تبقى متفائل او يخليك تبقى انت قاعد مستني حاجه خارقه مثلا او حاجه. انت شفت النهارده كوت ديفوار مع الاحترام الكامل يعني ده بياكلوا بني ادمين، ده مش لعيبه كوره، ده انت شايف ما شاء الله الاجسام عامله ازاي والسرعه والمهاره. هنلعب
قدام السرعات دي ازاي والاختراقات دي ازاي. عايزه مدرب يكون، بس يا استاذ احمد يكون، عايزه مدرب يكون صاحي وواعي ويكون شايف الفرقه اللي قدامه صح، ويقدر يتعامل معاها باسلوب يقفل عليها بالامكانيات اللي عنده. ان شاء الله يبقى واعي وفايق وكل حاجه، ويوم الاربعاء هنبارك للمنتخب المصري ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا استاذ فاروق، شكرا جزيلا. يا رب ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا، وتحياتي لحضرتك استاذ احمد ولكل الساده المشاهدين. بشكرك على المجهود المميز، شكرا جزيلا. شكرا. يعني بشكر الاستاذ فاروق سعده على اخباره، ورغم ان انا بتفق معاه في ان في شواهد، ولكن خلينا داعمين، خلينا مساندين، خلينا نتمنى الخير دائما وابدا للمنتخب المصري.